عائلة آل سعود التي شيدت مملكتها على جماجم آلاف الضحايا من أهالي شبه الجزيرة العربية عقدت تحالفاً غير مقدساً طوال العقود الماضية مع المؤسسة الدينية الوهابية التي أضفى مشايخها الشرعية الدينية على حكم آل سعود، وبالمقابل أغدقت عليهم السلطات الأموال والعطايا. هذه المؤسسة حرمت كل خروج على عائلة آل سعود معتبرة ملوكها أولو أمر تجب طاعتهم وإن أفسدوا أو طغوا، وما مخالفيهم فلا نصيب لهم سوى السجن أو الإعدام. ولم تكتفي هذه المؤسسة بدعم الحكم السعودي، بل إنها نشرت الفكر المتطرف في شتى بقاع الأرض مستعينة بالأموال التي تمنحها العائلة المالكة، حتى بلغ السيل الزبا وبدأت أصابع الاتهام توجه نحو آل سعود بدعم الموجة الإرهابية في العالم. وهنا كان لابد لهذه العائلة من التخلص من التركة الثقيلة التي خلفتها المؤسسة الوهابية، فاتخذت السلطات في عهد محمد بن سلمان جملة من الإجراءات للحد من نفوذ هذه المؤسسة استجابة لأوامر أمريكية كانت باكورتها اعتقال عشرات من الشيوخ وإقصاء الآلاف من منابر الجمعة وإمامة الصلوات في المساجد. وكان أبرز تلك القرارات هو السماح للنساء بقيادة السيارات والسماح بإقامة الحفلات المختلطة، إجراءات فسرها مراقبون على أنها مقدمة لطلاق آل سعود من الفكر الوهابي، لكن مراقبين آخرين يشككون في ذلك، إذ إن ذلك يعني رفع الغطاء الشرعي عن حكم آل سعود أو أن تتخلى المؤسسة الوهابية عن الفكر الوهابي، وكلا الاحتمالين ستكون لهما تداعيات كبيرة على المملكة. الشريفين وهذا شرفنا في هالدولة، ونعيد اليوم وقائد الدوريش الدولة خدم الحرمين الشريفين.